مرحبا عبد الله الشايبي في اللقاء الثاني بعد ما قمنا بلقاء حول الثقافة الشعبية امتدادا لما بدأناه سابقا. فإننا نتكلم اليوم حول ما يسمى باللسانيات الثقافية أو اللسانيات الشفاهية هنا في عمان. السؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي تلاحظه حول الشفاهيات هنا في عمان؟ هل وجدت تلك أو وجدت ذلك الاعتناء سواء من قبل المؤسسة الرسمية أو من قبل الأدباء والمثقفين والباحثين ضمن إطار اللسانيات الشفاهية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا فهد على الجزء الثاني من هذا الحوار. من ثم قبل الدخول في السؤال الذي طرحته، هو سؤال مهم وإشكالي في نفس الوقت، ما هي الشفاهيات التي نريد أن نحكي عنها، ولماذا نحكي عنها ونحن في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين؟ هل هي مهمة حتى نتناولها؟ الشفاهيات هي كل ما هو متداول قوليا دون أن يتم تدوينه أو يتم تقييده بالكتابة. ولذلك ربما كان للجانب الاجتماعي في امتداد الشفاهيات كلسان تواصل يومي بين أفراد المجتمع أخفى المساحة الجمالية للتراث الأكثر تأثيرا وتجذيرا في المجتمع ذاته. من جانب آخر، أظن أن الشفاهية في عمان لم تجد من الأساس أي تبني من أي نوع بمعناها الثقافي أو بمعناها الأكاديمي، على الرغم من وجود جهود قامت بتدوين بعض الشفاهيات بنص الشفاهيات وهو في الشعر الشعبي أو الشعر العامي. عدا ذلك لا شيء. مما تتكون الشفاهيات؟ هناك الحكاية الشعبية، هناك الشعر، هناك الأمثال، هناك الحكم. لكن عبد الله، لا ترى أن هناك في جهود حول حتى جمع الحكاية الشعبية معنا في عمان؟ طبعا أعتقد أنه في هناك جهود حول هذا الموضوع، فكيف ترى أنه لا فقط اشتغل على الشعر الشعبي وإنما الحكاية الشعبية لم يشتغل عليها؟ أنت تحكي فهد عن جهود تحويل الحكاية الشعبية من نص شفاهي إلى نص فصيح. هي مرحلة جمع الحكاية الشعبية. الجمع تم شفاهيا وأخذ من اللهجة أيا كان مصدر هذه اللهجة، من الشرقية، من محافظة ظفار، من مسندم، من الظاهرة، أخذت بلهجتها، ولكن تم الاشتغال عليها لتحويلها من اللهجة إلى نص فصيح، باستثناء بعض الأمثلة التي تم الاشتغال عليها من جانب الدكتورة عائشة الدرمكي، كانت تضع النصوص بعاميتها بشفاهيتها كما وردت من المصدر. ربما السبب حتى تشتغل عليه أكاديميا، ولكن أن تتكلم عن الجمع، عن جمع الحكاية الشعبية كسفر، نعم هناك جهود.
هناك مثلا في الأمثال كتاب صدر عنوانه أقوال عمان لكل الأزمان، لا أذكر المؤلف الآن، وهناك حكايات شعبية قام بجمعها الدكتور محمد المهري عن محافظة الظفار، وهناك حكايات شعبية أخرى. السؤال هو لماذا تم القفز على الشفاهي وتحويله إلى نصف فصيح؟ لماذا لم يتم التعامل مع الحكاية الشعبية بوصفها أحد أركان الشفاهيات المجتمعية ذات الحالة الإبداعية الخاصة؟ لماذا لم يتم التعامل معها بهذا الإطار؟ تقصد التعامل معها كجمع؟ كنص. الشفاهيات نص، أن يتم تقييده، نعم يقيد كنص، يحول من الشفاهي إلى النص ولكن بلفظه، كأنك تتكلم عن لغة وسيطة. بالضبط، أنت عندما تنقل من الشفاهي إلى النص الفصيح كأنك تنقل من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، هذا الوسيط يفقد النص الأصلي الكثير من جمالياته. لكن أعتقد أنه حتى دكتور محمد المحروقي شارك في موضوع جمع الحكاية الشعبية في الشرقية وبالتخصيص في محافظة شمال الشرقية. لم أطلع على الكتاب صراحة، فربما يعني يكون هذا الكتاب أو هذا الجمع هو مرحلة أولية لمشروع آخر سوف يمتد إلى كثير من مناطق عمان. لكن عندما نتكلم عن اللسانيات الشفاهية هنا في عمان، يعني ما الذي ترى أنت، يعني ماذا ترى في اللسانيات الشفاهية؟ هل يكفي هذا الجمع؟ وما هي آلية الاشتغال إذا كان هناك آلية اشتغال استطعنا نشتغل على هذه الشفاهيات سواء حكاية شعبية أو غيرها؟ الشفاهيات في السلطنة إرث يمتد في الزمن إلى عشرات السنين إن لم أقل مئات السنين. الثقافة الجمعية تتناقلها في مرحلة من المراحل، ثم وصلت إلى مرحلة وصارت هناك قطيعة. هذه القطيعة بشكل أو بآخر أثرت على الاستمرارية. أنت الآن لا تستمع إلى حكايات شعبية ولا تستمع إلى هذه الشعبية كما وردت في بيئتها، أنت لا تستمع إليها. كل ما تنصت إليه هو محاولة استعادة وليس امتداد. من يفترض أن يقوم بهذا الدور؟ المثقف أو الجامع أو الطالب الأكاديمي هم جزء من نسيج المجتمع، هم أيضا تلقوا هذه المعرفة الشفاهية، ولكن الاهتمامات في الزمن المعاصر بدلا من أن تنتقل عودا إلى النبش فيما تراكم زمانيا في المكان، الانتقال إلى الوقت الحالي بما فيه من تغيرات اجتماعية وتسليط الضوء عليها. من سنلوم؟ هل سنلوم الفرد لأنه لم يفعل؟ ونحن نعلم أنها تحتاج إلى نوع من التفرغ، لأن عملية الجمع في حد ذاتها تحتاج إلى فريق عمل، لا يكفي فرد، إلا إن كانت لدى الفرد خطة طويلة المدى لفعل ذلك، وهي تحتاج إلى شخص صبور. المؤسسات الأكاديمية لديها القدرة على أن تحفر في هذا المنتج الشفاهي، التراث الشفاهي، لكنها لم تفعل. الشعر حظي بنصيب الأسد إذا جاز التعبير في عملية الجمع، لكن أيضا هناك ملاحظات على ما تم جمعه
فيما يتعلق بالشعر الشعبي. لماذا نهتم بالشفاهيات بعد؟ لأن الشفاهيات هي الجوهر، هي الذاكرة، هي تاريخ الشخصية العمانية، سواء حاولنا أن نقفز عليها أو لم نحاول، هي جزء من التكوين، هي موجودة في تفاصيل القرية، هي موجودة في تفاصيل الممارسة الاجتماعية، البيئة الزراعية، في الجبل، في الساحل، في البحر، على القارب، الشفاهية موجودة. هل الوضع يحتاج إلى أن يكون هناك تبني رسمي للشفاهيات؟ ربما، ولكن على مستوى الشفاهيات ليس هو توجه رسمي، هو جهود فردية. أنت لديك اهتمام، ستسعى بما تستطيعه لفعل ذلك، ولكن إن لم يكن لديك اهتمام ولم يكن لديك دعم ستتكاسل بطريقة أو بأخرى، حتى وإن كنت محب لهذا الجانب. ما أفكر فيه أنه على المؤسسات الثقافية التي لديها دعم جيد أن تهتم بإعادة التفكير في ما يمكن أن ينتج عن الشفاهيات في السلطنة. سأعطيك مثال. أنت لديك في السلطنة العديد من الجغرافيات، العديد من اللهجات، والعديد من الصوت اللساني في نطق المفردة، وهذا مهم. إن اهتممت به صوتيا أو اهتممت به قرائيا مصحوبا بمعادل صوتي، ستستطيع من خلال مرة واحدة تقوم بفعل ذلك أن تحفظ هذه اللهجة من الاندثار مهما تغيرت الأحوال بالمكان، لأنه سيكون رصيد، هذا الرصيد موجود، يمكن العودة إليه لقراءة أي منتج شفاهي آخر في أي مرحلة لاحقة. طيب، إذن ما الذي يجعلك تهتم بهذه الشفاهيات؟ يعني رغم أن البعض سوف يرى أنها فقط لابد يعني كدراسات تنظر إلى، إذا ما نظرنا إليها حول الدور المؤسسي سوف ننظر إليها من ناحية أكاديمية، ولكن الاشتغال الأكاديمي عليها حتى هذه اللحظة ربما يكون معدوم معنا هنا في عمان. ولكن باهتمامك أنت بهذا الموضوع، لماذا أنت تهتم باللسانيات الشفاهية؟ وهل كانت لديك اشتغالات حول هذا الموضوع؟ نعم، قمت باشتغال لساني في العام 1999، قمت بعمل دراسة لسانية على بيئة وادي بني خالد، وعملت مقارنات صوتية لطرائق نطق الكلمات. في بيئة وادي بني خالد هناك ثلاث بيئات، هناك بيئة الحضر وهم سكان المكان، وهناك الرعاة وهم سكان الجبل، وهناك البدو وهم سكان الأطراف. لكل من هذه الثلاث فئات فونيم صوتي مختلف في نطق الجغرافيا، نفس الجغرافيا، طريقة نطق الكلمات مختلف تماما، هناك تحريف لمخارج الحروف حسب البيئة. واجتهدت، على الرغم من حداثة السن في ذلك الوقت اجتهدت، ونشرت هذه الدراسة
في الملحق الثقافي لصحيفة عمان في عام 99 على حلقتين. الحلقة كانت عبارة عن صفحة ملحق واحدة، ولكنها لم تحظى بالاهتمام لأن المكان لا يهتم بهذا الجانب كدراسة ثقافية. ربما هي جديدة على الساحة. ربما لم تسبقها دراسة في مجالها كدراسة ثقافية. إذا ما النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة في تلك الفترة في سنة 1999؟ توصلت إلى نتيجة مهمة جدا، وهو أن القاموس الشفوي غني جدا بالكثير من الألفاظ والتراكيب المحيلة إلى السلوك الاجتماعي ذي التجذير المرتبط بالعادات والتقاليد. جميل. لكن لن تستطيع أن تفهم ذلك ما لم تكن قريب الصلة بالشفاهيات ذاتها. كيف تكون قريب الصلة؟ أي أن يكون لديك اهتمام شخصي بأنك تريد أن تعرف لماذا يتم قول العبارة الفلانية بالطريقة الفلانية، ولماذا في منطقة الجبل التي لا تبعد عن الحضر أكثر من كيلو هي مختلفة، ولماذا تحافظ بيئة رعاة الجبل على المستوى الصوتي دون أي تغيير رغم اختلاطهم، وكذلك بيئة الأطراف تختلط ببيئة الحضر ولكنها لم تتأثر، تتعامل مع البيئة بلهجتها. هؤلاء يفهمون هؤلاء وهؤلاء يفهمون هؤلاء. هذا المساس بالخصوصية لم يكن موجود، كان هناك احترام لهذه الخصوصية. ثم يتبع هذه النتيجة، وماذا عن بقية الأماكن؟ لكي تجيب على هذا السؤال يجب أن تذهب إلى تلك الأماكن، لكن من أين ستذهب؟ يمكن أن تذهب من بوابة الحكاية الشعبية، يمكن أن تذهب من بوابة الشعر الشعبي، يمكن أن تذهب من بوابة المثل، يمكن أن تذهب من بوابة الأقوال المأثورة، يمكن أن تذهب من بوابة المعجم اليومي المستخدم في المكان. ولكي تذهب إليه يجب أن تكون قد اتخذت قرار بضرورة قراءته ثقافيا وليس أكاديميا. إذن أنت تلح على القراءة الثقافية. نعم. المأخذ على الأكاديمي أنه لكي يفهم الشفوي العماني يأتي بنظرية من الخارج يستعين بها لفهم المدلول المحلي. ببساطة شديدة أنت تفهم لون من الألوان بمعنى ما، ليس بالضرورة أن يكون هناك طرف آخر يفهمه بنفس المعنى، قد تكون لديه دلالة أخرى. طريقة اللباس وطريقة الاشتغال عليه هنا له مجموعة من التراكمات التي أوصلت إلى تلك المرحلة، ولكن في مكان آخر هناك له طريقة أخرى. لا تستطيع أن تأتي برأي الآخر لتعتبره جواز مرور لقراءة ما لديك. أنت أولى بقراءة ما لديك بأدواتك أنت. لكن الأكاديمي يستعين فقط بالمنهج، وأنت الآن استعنت بمنهج اللسانيات، يعني اللسانيات هذا التوجه الجديد في النقد الحديث صح التعبير، اللسانيات هو يعتبر أحد المناهج والطرق للدراسات. ليس جديد، ليس جديد فهد. لا هو جديد، يعني جديد في الفترة المتأخرة، يعني هنا لم يدخل هنا معنا في هذه المنطقة، بل دخل عن المنطقة العربية، بل دخل في آونة متأخرة، ربما هل نقول في السبعينيات. وإذا كان نرجع إلى السبعينات أو حتى الستينيات، إذن هو جديد،
وليس بالمنهج القديم. وبما أنك اتكأت أنت في دراستك التي قمت بها في وادي بني خالد سنة 1999 على اللسانيات الشفاهية، إذن أنت استعنت بهذا المنهج الذي قلت عنه خارجي. لا، لم أستعن. أنك تتكلم عن أسلوب الطرح أو طريقة الطرح في الدراسة ما بين الأكاديمي والثقافي. هناك إشكالان. الإشكال الأول أن اللسانيات في اللغة العربية كلغة مقاعدة موجودة منذ أن تم تفسير النحو والصرف والبلاغة، ومنذ أن بدأ الخليل بن أحمد الفراهيدي في وضع كتاب العين، هناك رؤية غير مشروحة لحضور اللسانيات في اللغة العربية كلغة مقاعدة. اللسانيات الحديثة قرنت مجموعة من العلوم لقراءة تجمع سكان معين من زواياه على طريقة النسق الثقافي كما حكى الدكتور عبد الله الغذامي. هو لساني، بنى النسق بناء على لسانيات. إذا نحن لدينا صورة معينة للسانيات ولكنها لم تفهم على أنها جزء من فهم المجتمع وفهم التجمعات السكانية وفهم التوجهات السلوكية، أو لم تطبق على هذا النهج. في المجتمع الأوروبي والمجتمع الغربي طبقوها على هذا الأساس فتم تصديرها على أنها لسانيات بينما هي كانت لدينا. هذا أولا. ثانيا، عملية الاتكاء على المصدر الخارجي لفهم ثقافة جزئية في الداخل هو نوع من إعطاء المبرر والشرعية لاستقراء ما هو موجود في الداخل كنهج، كطريقة، كآلية. أنت لا تحتاج إلى منظر أوروبي لتفهم كيف يقوم العساف بنفض البسر من العرق حتى يوضع في المرجل حتى يطبخ الفابور. لن تحتاج إلى نظرية، أنت تحتاج إلى أن يكون لديك وعي مختلف تعيد قراءة المشهد فيه كلحمة اجتماعية، تقرأ ما يرتبط به وما ينفصل عنه. أما أن تأتي بنظرية من الخارج لتفسر لي العساف وسلوكه ووظيفته، أعطني المنطق كي أستطيع أن أتقبلها. لهذا لكن عبد الله بالنسبة لي يعني إحنا نتكلم عن المصطلح أو عن المنهج كلسانيات عندما ترجم إلى العربية وتم توظيفه في كثير من الدراسات الأكاديمية، هنا أتكلم عن هذا المصطلح، لا أتكلم عنه كما جاء يعني عربيا. يعني هذا المصطلح تمحور بكل أركانه وتم الاشتغال عليه بكثافة، ولكن إذا أتينا إلى أو رجعنا إلى العربية لن نجد أن هنالك تنظير، لن نجد أن هنالك يعني وجد، خاصة أتكلم عن النقد الحديث، لا يوجد هنالك تنظير نقدي معين يعطيني صمام الأمان واختبار لما يسمى باللسانيات. اللسانيات تم اختبارها في مختبرات، سواء المختبرات النقدية أو مختبرات اللغة، وقبلها في موضوع الفلسفة تم اختبارها وتم تحديدها وتقنينها ومعرفة اتجاهاتها ومساراتها، ولكن هنا معنى عربيا لم يتم استخدامها بهذه الطريقة. وعندما ترجمت اللسانيات إلى العربية ترجمت على أنها منهج غربي بحت. إذن وعندما نستخدم نحن هذا المصطلح دائما لابد أن نرجع إلى الجذر الأول لبداية أو الانطلاق حول هذا، أو هذه اللسانيات هل هي منهج، هل هي طرق،
أو أساليب للدراسات. إذا نحن نحتاج إلى الدخول إلى مختبر نقدي نستطيع من خلاله أن نقيس مدى فاعلية هذه اللسانيات. أنت لديك المادة الخام، لديك الشفاهيات كمادة خام، لم تستغل، لم يتم الاستفادة منها. طبعا يمكنك أن تختبر لسانياتك من خلال ما لديك من مادة خام. لماذا لا تفعل؟ لماذا نعطي أنفسنا القدرة على الأخذ مما لدى الآخرين لكي نشرع ما لدينا، بينما لدينا مادة خام قابلة للدراسة؟ إذا كان قصر العلماء الأوائل في تأصيل أو كما تسمونه مختبرات، هناك حدثت قطيعة طبعا تعرف يعني لأسباب كثيرة سياسية أكثرها و نعم لك كانت هناك جهود، هناك قطيعة، حدثت قطيعة. القطيعة التي حصلت لم تؤثر على الاجتهاد الفردي، هناك اجتهادات فردية ولكنها لم تكن بالمستوى الحديث من التوسع. هناك تأصيل ولكن هذا التأصيل غير شائع، بمعنى غير مسوق، غير مروج له، غير مشتغل عليه، غير معني بإعطاء نماذج لتحليلها. في الثقافة الأوروبية نظريات كثيرة ومن بينها نظرية اللسانيات، واللسانيات فيها مناهج، واختبروها على لغاتهم، واختبروها على نظمهم، واختبروها على ما لديهم من وقائع. جيد، نحن لدينا أيضا لكننا لم نختبر، لم نجرب، استقرضنا المنهج لنعيد قراءة ما لدينا ثم صدرناه إلينا. بمعنى أو بآخر نحن عجزنا عن إنتاج نظرية، هذا عجز فينا، بينما المادة الخام موجودة. وما رأيك في هذا العجز؟ أعطيك مثال، هذه قهوة، هي قهوة، المادة الخام قهوة لكن اسمها كافيه، أنا في ذهني كافيه، القهوة التي في ذهني المرة، بينما الأصل واحد بن. أنت لديك الأصل الواحد، عملية الفهم والاشتغال هذا شيء آخر، لدينا المادة الخام، لدينا الشفاهيات، لدينا تفاصيل الشفاهيات، قصورنا أننا لم نجتهد للاشتغال عليها حتى نستطيع أن ننتج على الأقل ما يقترب من مستوى نظرية، ثم لتتأسس، ثم يتم تبنيها على مستوى الأكاديميات، لدينا دراسات الأكاديمية، لدينا لا يوجد، المؤسسة الأكاديمية تؤصل منهج غربي وأنت تدرس منهج غربي، ثم تأتي لتناقش منجزك بمنهج غربي باختصار، هذا اللي يحصل. ولكن كثير من هذه المناهج الغربية نجحت واستطاعت أن توضح كثير، ومن بينها البنيوية استطاعت أن تصل إلى نتائج باهرة في كثير من أعطتك أدوات لم تعطك نتائج. المدارس النقدية أعطتك أدوات. كيف ذلك؟ وعليك أن تستخدمها كما تشاء، إن شئت أن تستخدمها لصالح ما لديك ثم تعيد التفكير في تلك الأدوات وتطورها، هذا شأنك. إن أخذت الأدوات بحرفيتها وطبقتها على مناهج أخرى أيضا هذا شأنك. أنا قمت بذلك. متى؟ في عام 96، في عام 94 طبقت مناهج أوروبية على مجموعات شعرية عربية نثرية، منهج أوروبي طبقته على نص نثري عربي ونجحت، لأني كنت أريد للمنهج أن يتم تطبيقه هكذا.
ولكنها لم تخرج بنتائج. أخرجت بنتائج أم لا؟ لم أخرج بنتيجة، وإنما قلت، أنا قلت. لكن عبد الله بالنسبة لهذا السؤال، لحظة فهد، السؤال هو عندما تأتيك النظرية وتوفر لك أدوات، إما أن تكون لديك الوعي الكافي للاستفادة من الأدوات أو لإعادة إنتاج الأدوات ذاتها. في مرحلتي في السن المبكرة أعدت إنتاج الأدوات، لم أفعل شيء. طبقت نفس نظرية اللغة العربية، الفعل والفاعل والمفعول، يجب أن تكون الجملة بهذا التسلسل، أولا يأتي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به. لكن عندما تدخل بشكل أعمق في اللغة ستجد أن هناك أشكال أخرى لتركيب الجملة ينطبق عليك. ماذا تريد أن تفعل؟ هل تريد الشكل السهل؟ أن تريد الاجتهاد على نفسك؟ عن نفسي أردت الشكل السهل في البداية، إمكانياتي ضعيفة وخبرتي بسيطة، لكن الآن أقول لك لأنه بالإمكان أن تستفيد من الأدوات الغربية، إحنا لا ننسف الجهود. نعم، ولكن لا يمكننا، هي أصبحت لم تصبح نظريات غربية وإن أصبحت نظريات عالمية الآن، والكل يستخدمها والكل يستفيد منها، وربما بعضها دحض وأصبح وظهرت نظريات أخرى بعدها، وهي عملية تراكمية. هذا التراكم هو الذي فتح الباب أمام كثير من النظريات. هذا أنت قلتها الآن. نعم، تراكمية بالفعل. ما الذي يعنيه التراكم؟ التراكم يفتح أمامك أبواب كثيرة جدا. جميل، إلى أين تأخذك هذه الأبواب؟ ثم لابد أن تظهر شخصيتك. إذن ولكن إذا تكلمنا عن الوضع العربي فهد، إذا تكلمنا عن الوضع العربي، ترى نحن الآن مع الوضع العربي. العربي يعني أقول لك لم يستطع في الفترة المبكرة أن يشتغل عليها عندما ظهرت كثير من الدراسات حول الشعر. كانت عبارة عن ألغاز، كانت عبارة عن فقط أشكال ورسوم، ولم تدخل ولم يعني ندركها. ثم بعد ذلك بدأت اشتغالات كثيرة وجديدة، استطعنا أن ندرك هذه المواضيع. وبالتالي عندما تظهر نظرية يأتي هذا بشيء ويأتي هذا بشيء، إذن هنالك في شخصية. إذن أين الشخصية العربية؟ أنا أتكلم معك، أين الشخصية العربية؟ أين التطبيق؟ إذن التطبيق على من يكون؟ التطبيق على، هل المؤسسة الرسمية لها دور كبير جدا في هذا؟ وأتكلم عن المؤسسات الأكاديمية، هل سوف تلقي اللوم على المؤسسة الأكاديمية أم تلقي اللوم على الاجتهادات الذاتية؟ من يؤسس الباحث؟ إذن من الذي يؤسس الباحث؟ إذن تؤسسه المؤسسة الأكاديمية، أما المهتم فتؤسسه الرؤية الشخصية. أنت تسأل عن الباحث، والباحث يتلقى مناهج غير عربية، وهو سيتجه شاء أم أبى بفعل التراكم إلى النماذج غير العربية. ولكنها عبد الله بدأت تتماهى، هذا التماهي هو الذي فتح الباب أمام كثير من النظريات أن تندمج عالميا وتصبح نظريات عالمية وليست مختصة بالغرب كما تقول أنت. ربما هذا في فترة متأخرة، وهذا يذكرنا بعملية النقد، نقد الغرب لكثير من بينهم ميشيل فوكو عندما انتقد المركزية الأوروبية في ذلك الوقت، واستطاع المفكك. ثم بدأنا ننفتح ونفهم وندرك ماذا تعني المركزية الأوروبية. من تلك النقطة بدأت عملية الالتفات إلى الشخصية، إلى الذات، إلى المكان. فأنا أقول لك بهذه الطريقة. لكن بالنسبة للشفاهيات هنا، إذا درسناها مثلا عبد الله بالطرق التقليدية يمكن لنا أن نفهم، ولولا هذه النظريات الحديثة أنها فتحت أمامنا الباب لكي نفهم وندرك ماهية وأهمية هذه الشفاهيات، لما استطعنا أن نفهم يعني حتى ذواتنا في هذا الموضوع. وربما سوف نتك إلى الأيديولوجيا بشكل كبير جدا حتى نفهم. ما رأيك في هذا؟
شوف فهد، أعود إلى أنت تبحث عن باحث، أن تبحث عن مهتم. إن كنت تبحث عن باحث فالباحث عليه أن يؤسس في ذاته أدوات، وإن تبحث عن مهتم فأنت تبحث عن مجتهد. مجتهد المؤسسة الأكاديمية تنتج باحث، ولكنها تنتج باحث موجه. المجتمع ينتج مهتم، ولكنه ينتج مهتم يحتاج إلى كثير من المعرفة. فهمي ليس رفض النظريات بغض النظر من أين تأتي، فهمي يرتكز على الاستفادة منها بما يجعلني أفهم ما لدي، وليس أن أفهمها بمنظور تلك الأدوات. أنا أخذ الأداة، أهضمها، أستوعبها، ثم أخذ ما يعينني على توسيع مستوى الإدراك في الجانب الشفاهي لدي في البيئة العمانية. هذا في مرحلة لاحقة استوعبته وطبقته. تطبيقي لما تسألني عن المستوى السلوكي في المجتمع العماني، سأقرأ المرحلة الزمنية، وسأقرأ الجانب الصوتي كلسانيات، وسأقرأ المعطى الاجتماعي، وسأقرأ مستوى التعليم، وسأقرأ مستوى الثقافة العامة في المكان، حتى أستطيع أن أفهم كيف تكون ذلك الجذر الشفاهي بتلك المستوى، بتلك الروح والآلية والمستوى في الجانب الشفاهي. ما أنا مقتنع به تماما وأعمل به أن الدراسة الثقافية تتميز بكونها حرة في التعامل مع النظريات، لا تقلدها ولا تعتبرها غطاء، بل تستفيد منها. المعرفة هي أن تأخذ من الآخر ثم تطور. ستسألني وماذا طورنا؟ نحن في الأساس لم نفعل شيء حتى نطور. ولهذا أعود إلى سؤالك من البداية حين تسألني كيف ترى الأمور. أرى فيها أن الثقافة الشفاهية والإرث الشفاهي في عمان مهمل، غير معتنى به، لا يقع في دائرة الاهتمام، لا على مستوى الأكاديمي بنظرياته الأوروبية أو نظرياته الإنسانية كما تحب أن تسميها، ولا على مستوى المهتم في العمق العماني. نظرياته الإنسانية، إنسانية كما تسميها. أنا بالنسبة لي مسألة النظرية الإنسانية هي ما تجاوزت الزمن، ما قعدت ذاتها بحيث أنها أصبحت قابلة للتعامل معها في كل البيئات. يعني إذا ذهبت إلى الهند ستقدر أن تطبق نفس المنهج ذاته، إذا ذهبت إلى شرق آسيا ستطبق المنهج ذاته، إذا ذهبت إلى قراءة أمة بائدة ستطبق المنهج ذاته. نظرية إنسانية، لكن لا توجد نظرية إلا وقامت على تفصيل، على جزئية في دراسة مكان معين ثم تم التوسع فيها. نحن الذي نحتاج في مسألة الشفاهيات على وجه الخصوص، نحتاج
أن نعيد التفكير في جمعها أولا صوتيا كما جاءت ثم ندرسها. لا يوجد غير الشعر الشعبي توثيق لساني شفاهي للإرث العماني، عدا عن الشعر الشعبي لا يوجد شيء. جالس أفكر مع نفسي، ماذا لو تبنى على سبيل المثال النادي الثقافي، النادي الثقافي تبنى مشروع لسنة واحدة يجمع فيه حكايات محافظة مسقط بلهجاتها، جمع صوتي باللهجة، لا ينقله عبر وسيط الفصيح، بلهجته ثم يحتفظ به، ثم لاحقا يعيد كتابته على شكل كتب، ثم لاحقا يعيد استخراج قاموس لفظي للحكايات ذات من الحكايات ذاتها، فيقدمه كمشروع متكامل عن محافظة مسقط فقط. إن طبقت هذا على مستوى محافظات السلطنة كلها ستكتشف أنه ليس جهدا سهلا، أنت تحتاج ليس إلى الجمع فقط، تحتاج إلى المقارنة، تحتاج إلى أن تزيل التكرار، تحتاج إلى أن تتعامل مع الكلمة المكتوبة بشكل ما، ليس مجرد صوت أنت تريد أن تنقله إلى شيء مكتوب. ثم قل للباحثين هذا مشروع، قدموا لنا دراسات فيه. ربما لحظتها سنقتنع بأن الشفاهيات ليست مجرد جذر صوتي، هي عالم واسع، الحكاية الواحدة قد تحيلك إلى قصة مغمورة في المجتمع لا أحد يعرفها، إلى شخصية لا أحد يعرفها، إلى حدث بسيط في مكان ما لا أحد يعرفه. بالتالي نعيد للهوية اعتبارها مثلا؟ تعيد للمكان شخصيته، شخصيته نعم. أنت مع الوقت تصبح مثل الشجرة التي تفقد جذورها، الورق الخضراء الجديدة في الأعلى في قمة الشجرة لا تعرف شيء عن هذه الجذور، ليس لديك جذور، معناه في الواقع موجودة لكنها تحتاج إلى أن يتم التعامل معها على أنها منجز، منجز مهم، ومنجز مهم. سبقتنا دول إلى هذه الجزئية وأنجزت، كانت أفكار شخصية ثم تحولت إلى مشروع مؤسسات، لأنها جذر مهم في الهوية. لا يكفي أن تقول أني أنا ممتد في التاريخ، ولا يكفي أن تقول أنني لدي اسمي في المد التاريخ الذي لا تمر مرحلة إلا ويتم ذكر عمان، هذا تاريخ، تتحدث عن جذر اجتماعي وليس عن تاريخ فقط، هذا تاريخ بطريقة مختلفة وذاك تاريخ بطريقة مختلفة، التاريخان يعبران عن المكان، لكن لماذا تهمل هذا على حساب هذا؟ إذن إن قلت بأنه دور فردي سأظلم الفرد، لأن الفرد لا يستطيع، بالكاد المرء يلاحق لقمة عيشه لكي
يعيش بقليل من الكرامة دعنا نقول. كيف سيصرف بترول ونقل وتصوير وتسجيل؟ وبعض الأشخاص حتى تسجل معهم يحتاج أن تعطيهم مبالغ. إنها جهود مؤسسة. هل يمكن أن تظهر مؤسسة في السلطنة لقيادة مشروع شفاهي بهذا المعنى؟ مشروع فيه ديمومة، فيه استمرارية وليس مرحلة، مدروس مخطط له، يجب أن يصل مثلا بعد 20 عام وقد أنجز كذا منه، ثم تأتي الأجيال اللاحقة لتدرس. دعها تدرس بس، لكن تدرس شيء موجود، شيء مادة خام، لا يمكن بعد 20 سنة أن تجد العساه بطبيعة الحال. أكيد. شكرا عبد الله على هذا اللقاء الجميل المميز، وإن شاء الله راح يكون لامتداد ودراسة أخرى حول اللسانيات الشفاهية إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر. بارك الله فيك، وأنا سعيد بهذا الحوار، وأظن أن تفاصيل كثيرة في بيئتنا العمانية تحتاج إلى نبش هادئ، لأنها جذر مهم في الهوية العمانية. شكرا جزيلا. شكرا.